عباره عن هذا رزق. انت تتكلم الان للعالم كامل، تجي تشوف انت ديمبلي مثلا ب 100 مليون يورو، لاعب بالنسبه لك حسب رأيك ما يستلم 100 مليون، 150 مثلا، كوتينيو 160، هذا عالم كره القدم. بالنسبه للاعب العربي لازم اول شيء تكون في سقف معين للرواتب للاعبين، لان اللاعب زي ما تكلم الكابتن يلعب لك موسم موسمين يحط لك سياره بنتلي وفلوس، وهذا طموحه، طموح اللاعب فلوس. تقول سقف، تقول سقف من فين؟ من اللي يحدده؟ سقف يحدد حتى اتحاد الكوره، رابط محترفين النادي، حتى خرقته الانديه حدد وخرقته الانديه وحتى الانديه، الانديه هي اللي اللاعب اللي مقدم لي انا مستوى، يكون مستوى ثابت 3-4 سنوات، بعد 4 سنوات يرتفع الراتب اوتوماتيكيا، وتكون لاعب دولي، وتكون لاعب اكثر من 80% مباراه مع المنتخب السعودي. لكن انت لاعب محلي بين ظفرين ولا تلعب في منتخب تاخذ 7 مليون، معناها انت لو تلعب منتخب تاخذ 20، معناها ابتزاز. هذا هذه يسوّدها لعبت في تونس، للان الاتحاد التونسي مسواها للاعبين التوانسه، لان تعطي اللاعب فوق من القيمه بتاعه، لا بيقدم لك مستويات. وبعدين انا بصراحه مع 7 لاعبين اجانب كابتن، حتى لو لاعبين اجانب مش بالمستوى الحلو صراحه، اللاعب السعودي يتمرن عليه نفسه صحيح، ويحاول يثبت نفسه. بعدين انا عندي بصراحه علامه استفهام، كاس العالم باقي عليه كم شهر يا كابتن؟ شهرين 3 شهور، معقول ان في خلينا بعض اللاعبين شهدت الموسم كامل وحللنا مباريات، معنى اللاعب انا حتى لو بروح كاس عالم والله انام الساعه 7 في البيت، انام الساعه 7 من كاس عالم، هذا ما اقوى شيء في العالم، اهتمامك بنفسك، الانضباط، الالتزام، هذه الامور هذه كلها اسلوب الحياه، اسلوب حياه اللاعب لازم تتغير. للاسف في بعض اللاعبين عندهم عقليه احتراف، باقي اللاعبين طيب بصراحه لاعب كره قدم، لاعب كره قدم شهير في السعوديه بس